مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من انفاس سبور. حلقه اليوم غادي نخصوها للحديث على حصيله المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه باريس، ولتسليط الضوء اكثر على هذا الحدث كيحضر معنا في الاستوديو البطل العالمي المحجوب حيده في مسافه 8 متر. مرحبا بك استاذ حيده. شكرا على الاستضافه وشكرا على تلبيه الدعوه. شكرا، بارك الله فيك. وكيحضر معنا كذلك محمد العلوي الكاتب العام السابق لفريق الرجاء الرياضي لالعاب القوى. اهلا بك. الله يبارك فيك، الله يكبر بك، وشكرا على الاستضافه. مرحبا بك معنا وشكرا على قبول الدعوه. مرحبا. سي حيده، كيف شفتي ان احنا اليوم غادي نخصصوا حلقه اليوم للحديث على حصيله المشاركه المغربيه في الالعاب الاولمبيه؟ الكل يجمع على انها حصيله متواضعه، لاننا فقط اكتفينا بميداليتين ذهبيه وبرونزيه، للذهبيه ديال الاداء سفيان البقالي والبرونزيه ديال كره القدم. الا بغيت نعرف رايك وتعليقك على الامر، شنو ممكن تقول لي؟ بكل صراحه، اولا كنشكروا كنهنيوا البطل البقالي على الميداليه الذهبيه، وكنهنيوا المنتخب المغربي اللي فايز باول ميداليه نحاسيه في الالعاب الاولمبيه في الالعاب الجماعيه، وهذه سابقه وغتبقى في التاريخ، لان اول فريق افريقي وعربي اللي كيفوز بالميداليه النحاسيه في الالعاب الاولمبيه في كره القدم. النتيجه كما كتشوفوا بان لا ميداي كما كتعرفوا سابقا في الالعاب القوى تقريبا كنا كنجيبوا 4-5 ميداليات في الالعاب الاولمبيه. هذه المره دائما امل الله بعد الله سبحانه وتعالى كنشوفوا البقالي هو اللي يعتقله وكيجيب لنا الميداليه الذهبيه في الالعاب القوى. هادشي راجع كما كتعرفوا بان باش تكون بطل اولمبي وبطل عالمي خصك واحد المده ديال الوقت، يعني واحد السنين تقريبا ولا 7 سنين باش تكون بطل، وخاص تكون العمل يكون جماعي، يعني تكون في الانديه في العصاب في الجامعات وفي تنقيب عدد المواهب. لان باش تكون مثلا بطل خصك تكون عندك تقريبا في كل مسافه 3-4 الابطال، باش تكون واحد المنافسه قويه اللي غادي تقدر تكون عندك واحد الامال باش تقدر تفوز بالميداليات بالميداليات الثلاث. وكما قلت لك بان هادشي كيبغي واحد الشغل كبير وكيبغي واحد استمراريه وواحد الجهد، لان تنقيب على المواهب ما ساهلش، لان كيطلب امكانيات، خصك تخرج بواحد المناطق نائيه، المناطق اللي فيها شويه ديال لي زاتليت اللي يقدروا يعطوك في مسافات مثلا 800 متر و 1500 متر و 5000 متر. وكما كتعرفي بان اي حاجه كتبغي الخدمه، الحمد لله بان المغرب عندنا امكانيات كاين ماديا معنويا كلشي، دونك خاص غير الناس يخدموا وخاص غير تنقيب على المواهب، وان شاء الله باذن الله غادي يكونوا ابطال، ان شاء الله اللي غيمثلوا المغرب في احسن تمثيل على الصعيد الدولي ان شاء الله بحول الله. سيد علوي، طلبت من رايك في الحصيله، شنو ممكن تقول؟ وانا بالنسبه لي انا كمدبر وكمسير لواحد المده تقريبا كتفوق 11 عام بالنسبه للفريق اللي هو معروف على الصعيد الوطني الرجاء. الرجاء راه ماشي فريق سهل، هو ولا الفرق اللي هي كتكون هاد المسيره ديال العاب القوى على الصعيد الوطني والعالمي. اذا بالنسبه لي انا الحصيله ضعيفه جدا مقارنه مع التطلعات ديال الشعب المغربي. الكل يجمع لان الحصيله متواضعه ولا ترقى لمستوى تطلعات الشعب. رايي من راي الشعب المغربي، لان بالنسبه لي الا غنمشي بالعين ديال 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 المسير ومدبر في المجال ديال العاب القوى وفي التحكيم، انا كنشوف على ان هي هاد النسبه هي ضعيفه جدا، لان ملي غادي نشوفوا حنا كنقولوا جوج ميداليات، انا حنا كنركزوا على العاب القوى عندنا ميداليه واحده. موقف العاب القوى في المجال اللي حنا كنتناقشوا فيه دابا، انا انسان انا كاتيجوريك في القرارات ديالي وفي الكلام ديالي وكنتحمل مسؤوليتي فيه. اللي تقريبا كنا كنتمناو على انه نشوفوا هذيك الفترة الذهبية اللي عشنا فيها في واحد ملي كنا كنكونوا مركزين على الشاشة وكنشوفوا أبطال مغاربة اللي كانوا مثلوا 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 تمثيلية مشرفة بالنسبة للمغاربة والشعب المغربي، ورفعوا الراية المغربية كانت خفاقة عالميا، لا في المجال لا في الاحتفالات الأولمبية ولا العالمية ولا الدولية. ومتعدنا عندما راينا على ان المغرب حصل في هذه الالعاب الاولمبيه ديال باريس على ميداليه وحيده، وكنعرفوا على ان البقالي بالمجهود الفردي ديالو مع المدرب ديالو انه هذا مجهود فردي خاص، لان الناس ديال العاب القوى هما اللي تيفهموا هذه المسائل هذه التقنيه، هما اللي عارفين ذاك السيد كيشتغل بواحد الاشتغال اللي هو تقريبا مقنن، عارف عنده برنامج ديالو خاص وعنده مدرب ديالو اللي كيمشي معاه في التوجه ديالو، راه ناجح. لان غادي نمشيو ملي غادي نتناقشوا اكثر غادي نقولوا ناخذوا كمقياس كمعيار باش نحاولوا نكالكيو على
شنو هما الاخفاقات اللي كانت، شنو السبب ديالها، ولاش راجع باش يمكننا نمشيو في الاتجاه الصحيح ونشوفوا شنو هي المجالات اللي غادي يمكننا نهضروا فيها باش نحققوا داكشي اللي تحقق. في تكلمتي على سفيان البقالي من بعد الخروج المبكر ديال المشاركين المغاربه في الدوره ديال باريس، كانت امال المغاربه كلها على سفيان البقالي، كانوا ينتظرون من هذيك الميداليه الذهبيه، كان هو الامل، وفعلا الحمد لله ربي وفقوا. ما السبب؟ علاش؟ لان عنده مدرب ديالو خاص، برنامج خاص اللي وكاين مجهودات ديال الجامعه بطبيعه الحال، لانها كانت في التمويل، في اللوجيستيك، في المواكبه، التتبع، لان مساله ضروريه. الا ما كانش المواكبه والتتبع، هذا هو المجال التخصص ديال التسيير والتدبير. اذا الجامعه نجحت في هذا المجال، ولكن عاوتاني ما نخصوش الامور ديالها وما نقدروش نقول، لكن كاين بزاف ديال الاشياء اللي هي سلبيه خاصها تعالج مستقبلا. سي حيدر غادي نبدا معاك منين على السي العلوي. الاستاذ تكلم على ان العاب القوى خاص كاين فيها شي حوايج ايجابيه وكاين شي حوايج سلبيه، وحتى انت في الكلام ديالك ذكرتي ان العاب القوى كانت هي الرياضه اللي كانت كتجيب كتكون الحصيره ديال المغرب في الميداليات هي اكبر. اليوم علاش هذه الرياضه ما قدرتش انها زعما تحقق اكبر عدد من الميداليات على غرار ما كانت تحققه في الماضي؟ وبكل صراحة النتائج راجعة لعدة أسباب. السبب الأول هو عدم اشتغال بواحد كنقولوا قوة بالنسبة للأندية، اللي ما كتعرفوا بها الأندية كانت كتشتغل، لأن عبد ربي طلعت من النادي ديال السي إم سي في الدار البيضاء، وكانوا معنا تقريبا حنا في المسافة ديال 800 متر تقريبا واحد 15 20 عداء، 15 20 كنا كنتنافسوا، وكانت هذيك المنافسة كانت قوية، لأن كل واحد كيقلب باش يوصل باش المنتخب المغربي وباش يحقق الميدالي في أحد الميداليات بطولة العالم ولا الألعاب الأولمبية. هادشي اللي كان استمرارية ديال 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 النادي خصها تكون، لأنه هو اللي كيطعم العصبة وكيدعموا الله في دراسه. الجامعة الحمد لله دابا كما قال السي العلوي، لأن الإمكانية موفرة ماديا معنويا، الملاعب كلشي موجود. حنا قبل ما كانش هادشي، كان شي حاجه قليله، ولكن كانت نتائج. يعني الخلل ماشي في خلل مادي، الخلل هو في خلل ديال نكون صراحه التقني، لان راجع المسائل التقنيه، لان كما كتعرفوا بان الا بغيتي يكون عندك ابطال عالميين ومثلوا الراي المغربي ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه، خص كل مسافه يكونوا فيها 10 العدائين، يعني في 800 متر 1500 متر 5000، باش كتكون واحد لاماس، كتكون واحد المنافسه قويه. ولا راه حدنا بالنسبه للخيارات ديال في الالعاب قوى، ما كاينش واحد الانخراط قوي، ما كاينش واحد اقبال كما كيقولوا تحسيس الساكنه بالالعاب قوى داكشي، باش يكون عندنا واحد لاماس. يعني قد ما كتكون نسبه المشاركه ونسبه التسجيل مثلا في الانديه، قد ما كيكون عندك امل باش تطلع شي ابطال من الابطال. اللي كان سؤال لك ان الناس ما بقاتش تميل للالعاب القوى، فعلا دابا الاغلبيه عنده طموح انه كره القدم. علاش؟ لان كره القدم تبارك الله بصراحه حمرت لنا وجه ديالنا الحمد لله، ونتائج لحقت بكل صراحه خدامين حتى الالعاب القوى الحمد لله. غير هي الالعاب القوى خص الانسان مثلا بحال قبل حنا كنا كناخذوا المثال ديال سعيد عويطه وابراهيم بوطيب، لان كنا باقيين صغار كنا كنتفرجوا كنا كنتمنوا نكونوا بحال سعيد عويطه بحال ابراهيم بوطيب وخالد السكاح. دابا المشكل عندنا البقالي تقريبا كلشي كيتبنى باش يكون بحال البقالي. دونك كما كتعرفوا الالعاب قوى العاب فرديه، لان خص مثلا اي عداء غادي تجيبه مثلا يشارك باش دير تنقيب على المواهب، خاصك الامكانيات تخرج المناطق كما قلت لي شويه اللي بعاد شويه على المدينه وداك الشيء، اللي غادي تقدر دير لهم واحد سباق مثلا داخلي وتاخذ تنقيب وتختار هذوك العدائين. دونك هنا هذه النقطه هذه باش كتجيب هذاك العداء خصو يكون هو كيبغي هذيك الرياضه. حنا النقطه اللي عندنا لافونتاج باش بزدنا، حنا كنا كنبغيو الالعاب قوى، وذاك الحب اللي كنتي اي ميدان كنتي كتبغيه كل على يقين كتعطي فيه، لان كما كتعرفوا الالعاب قوى ما ساهلاش في التدريب، لان شاقه، ويعني الا بغيتيها كتقدر تستحمل هذيك التعب وداك الشيء وكتعطي واحد النتائج. وخص كما كتعرفوا بان البطل خصنا نصبروا عليه، لان باش نكونوا بطل اولمبي غادي ناخذ انا مثلا واحد ديال 12 عام 13 عام خصني نصبر عليه واحد 6 سنين و7 سنين، يعني ما تحاسبنيش مع واحد 6 سنين و7 سنين خصني نوجدوا باش ان شاء الله يكون احسن في الالعاب الاولمبيه. وكما قلت لك بان خص يكون الخيرات، قد ما كان الخيرات اكثر قد ما كيكون عندنا امل في الابطال ان شاء الله. وانا على يقين بان عندنا طاقه الحمد لله في المغرب، خص غير اللي يقلب شويه والتعطير ديالها، وكل واحد يعمل من الدور ديالو، يعني في النادي في كما كتعرفوا بنات كتنطلق من العائله، مثلا العائله ملي كتكون انت باغي دير واحد الرياضه، الا العائله شجعتك ولا هذا الشيء راه كتمشي في واحد الاتجاه،
لان العائله كاين دابا واحد التخوف ما بين ما بين الرياضه وما بين الدراسه، لان الاكثر ديال العائلات دابا ولا يخافوا على ولادهم، كيقولوا حنا غنديو الرياضه ولكن يقدر تمشي لي الدراسه. صافي دير انا ما كرهتش تكون واحد برنامج مثلا برنامج ديال كما يقولوا دراسه ورياضه، ويكون واحد التوقيت مثلا واحد التوقيت معين باش يخليو هذوك الوليدات يديروا انشطه رياضيه، لان كما كتعرف مثلا في العاب قوى خاصك على الاقل يومين تدرب، لان ثلاث ايام في الاسبوع راه ما كافياش من ناحيه التدريب، وكما قلت لك خاص بزاف ديال الحوايج اللي تقدر سميتو عليه، ولكن اول حاجه خاصها نرجعوا ليها خاصها تنقيب على المواهب، لان التنقيب هو اللي كيخول لنا باش نكونوا بطل اولمبي واداء وفي جميع المسافات، لانه ما تنساش واحد النقطه، حنا كنهضروا على 1500 وكنهضروا على 800 ونهضروا على 5000 ونسينا المسائل التقنيه في العاب قوى بحال لابيرش بحال لونغور بحال لاهوتور، لان كاين عندنا امكانيات ولكن ما عندناش اطور بزاف ديال هاد التخصص باش يمثلوا المغرب احسن تمثيل. نتمنوا ان شاء الله مستقبلا يكون احسن ان شاء الله باذن الله. سي العلوي، واش نقدروا نقولوا ان ما وقع في الالعاب الاولمبيه كشف حقيقه السياسات الرياضيه؟ طبيعة الحال، لان بالنسبه لنا حنا هذه السياسه هذه هي نابعه من واحد سوء التدبير سوء التسيير. انا باش نكون واضحين، ملي كنجيبوا عناصر دون كفاءات، انا عندي مثلا عندي ان ديبلوم مزيان، ولكن واش انت عندك استراتيجيه ديال العمل وكتبني العمل وكتحاول دير واحد المشروع برنامج اللي غادي انت بالتفكير ديالك والتقنين ديالك مشاركه مع المدير التقني او مع التقنيين تمشيو في واحد الخط متوازي باش يمكن لكم توصلوا لنتيجه معينه. دونك هنا هذا هو الاختلالات اللي كتخلق، كل واحد كيشوف المصالح ديالو وكنساو المصلحه ديال 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 الامه اللي حنا كننتميو ليها والشعب والطموحات والانتظارات، وكننساو واحد تقريبا كنبداو غاديين، وكان حنا درنا مثلا بالنسبه ليا انا درنا المراكز مزيان، ولكن هاد المراكز هذاك الدري ما كانش كيعرف المركز النهار الاول، خصني نحسو بانه راه تخلق مركز باش حتى هو يعرف الوجهه اللي غيمشي ليها. بحال حنا مثلا بالنسبه ليا انا في المجال ديال 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 التوجيه، هذا هو التخصص ديالي في الاكاديميه، انا التوجه هو التخصص ديالنا التوجيه المهني والدراسي. دونك حنا كان علينا حنا حيت هاد التوجيه فيه مختصين، فيه مستشارين في التوجيه، فيه مفتشين في التوجيه، فيه رؤساء المصالح اللي هو كاين هاد العمليه هذه كامله ملي كنشدو ونجمعو كنمشيو في المجال الصحيح. ملي كنديروا واحد البرنامج وكنديروا كنحاولوا باش نخطوا ليه ونحطوا واحد الرؤيه اللي هي كتكون مستقبليه باننا حنا خصنا ننجحوا في هذه العاب القوى في هذه المسافات اللي حنا ذكرنا سابقا. ثانيا انه بالنسبه لنا ما ننساوش هذوك الابطال اللي كانوا في البرامج والمناهج، هذاك الدري نكمل باش نتمم داك الشيء اللي جا فيه محجو حيده. انا بالنسبه لي كمسير ومدبر انا كنشوف على انه المجال الصحيح باش يمكن لي نحبب لذاك الوليد هذيك العاب القوى وما ننساوهاش، لانه ولا عندنا بطل واحد، مجموعه ديال الابطال اللي كانت كتمتلنا ديك العهد الذهبي والفتره الذهبيه بدات كتنضاطر، لان علاش بدينا كنساو او نتنازى بطريقه غير مباشره لاغراض شخصيه باش نوصلوا للاهداف ديالنا حنا الشخصيه، وكنساو الاهداف اللي خصها تكون عامه واللي هي كترجع للمصلحه ديال الوطن. دونك هنا هاد الناس ما عندهمش ديك الروح ديال المواطنه، روح وطنيه، الدم ديالهم عندهم الجعروق، عنده عرق فيه مساله خاصه، خاوي ما فيش الدم، وعنده الاخر كيجري ولكن كيجري بصحه خاصه، وهادشي هو اللي خصو يتحيد هو اللي خصو يتحارب. دونك حنا اليوم عندنا ابطال دازو، هذوك الابطال ما خصناش ننساوهم، هذوك كيعطيونا اضافه علاش؟ في المجال التخصص ديالهم هما، وكنجيبوا خبراء في المجال اللي هما عندهم ضمير حي باش كيمشيو بتوازي وموازاة مع الرؤية الاستراتيجية والاستشرافية باش يمكننا نوصلوا للهدف ديالنا اللي هو ميداليات، باش نحصلوا على ميداليات ذهبية أو برونزية أو نحاسية، ونعاودوا نرجعوا ذاك العهد اللي كنا حنا باهي الله كنقولوا فيها بأنه كانت ألعاب القوى اللي كتجيب لنا أكبر عدد ديال الميداليات. اليوم غادي نمشيو مثلا المجال ديال كرة القدم اللي جاب لنا ميدالية نحاسية، ماشي المجال ديال حيت كاين اسس مقومات وطرق واستراتيجيه وبرنامج عمل اللي غادي حنا يوصلنا للهدف ديالنا. اذا خصنا نقلبوا على الكفاءات الجاده المواطنه اللي عندها روح وبعد نظر باش يمكننا نوصلوا للهدف ديالنا.
إذا طلبت منك أستاذ مثلا تصورك أو ماذا ينقصنا لصعود البوديوم، شنو تقدر تقول لي؟ وبالنسبة للتخصص، التخصص التقني كيرجع للخبراء في المجال. حنا بالنسبة لنا كتسيروا تدبير، حيت ما يمكنش نطفلوا على المجال التقني، كل واحد المجال هذا هو الإشكال اللي حنا وقع لنا دابا. حنا كنوليو كنجيبوا واحد كيفهم في كل شيء، هذه مسألة غير مرغوب فيها. فهمت كلامك، خاص الواحد يحترم تخصصه. أنا بالنسبة لي كنبرك مع الخبير في المجال التقني في التخصص، وانا كنحاول اورينتي في الكوتشينغ ولا في ولا في ولا في ولا في مثلا البرمجه او في، هذا هو التخصص ديالي انا. والكوتي تكنيك ديالو، والكوتي تكنيك هو اللي خصو يمشي مع البطل، هو اللي غيعرفو، هو التنقي ديالو، هذا مجال التخصص ديالو، هو اللي غيمشي، هو اللي غيكتشف. اذا شنو خصنا نديرو دابا؟ هذا هو المجال، خصنا نحاولوا باش نضافروا الجهود فيما بيننا لمصلحه الوطن والبلد، ونمشيو نحيدوا عندنا ديك النزعه الشوفينيه انني انا كنشوف انا وبعدي الطوفان. هذه مساله غير مرغوب فيها، واللي عنده هذه النظريه هذه لا بغينا نمشيو للمدى البعيد ونحصلوا على داكشي اللي حصلنا عليه سابقا، ونحصلوا على اكثر من داكشي اللي حصلنا عليه. دونك خصنا هذا اللي عنده نظره شوفينيه خصو يتمحى. قومه انتهى الكلام. خصنا الناس تكون عندهم روح مواطنه، كفاءات وروح مواطنه. اللي ما عندكش، ما حنا باقا عندنا لدابا، حنا خرجنا تقاعد وباقا عندنا دابا. علاش؟ الوليدات المستقبل. لان مغربي، ملي كنسمع انا مغربي في بلد اجنبي دونك انا افتخر، وما كنسمعش شي حاجه اللي تضر بالمسامع ديالي وبسميتو التفكير ديالي، وكنمرض الا سمعت شي واحد اجنبي كيهضر لي على المغرب. دونك انا مواطن وعندي روح مواطنه وعندي ضمير حي. سيدة، إذا طلبت منك أنت يا نفس السؤال، ماذا ينقصنا اليوم لصعود البوديوم بحكم تخصصك أنت في الاتجاه التقني؟ بصراحة كما قلت لك كنقص بزاف ديال الحوايج، لأن كما كتعرف منا باش كما قلت لك باش تكون بطل خصك واحد المدة. ناخذوا ليكزومبل ديالنا حنا ملي كان في الألعاب قوى، كنا في بورغون كنمشيو مع الصباح، كنت أنا كنسكن في سيدي بعرف ولاد بطاقة ديال ولاد حدو، كنمشيو مع الصباح كنترينيو مع 9:30، وكان مع 12 دايرين واحد الماكله خاصه في بورغون لهذوك لي زاتليت اللي بعد. كنا كنتغداو تبا وكنشدو الساك ديالنا وكننعسو في هذاك الكازون اللي كاين في بورغون باش نديرو الحصه الثانيه ديال لي زونطريمون في العشيه عاد باش كنمشيو للدار ديالنا. دونك هذه النقطه هذه لقات شويه الامكانيات اللي لقينا كيفاش نعالجو بها شويه باش وصلنا، لان كما قلت لك في الالعاب خص شويه تضحيه، تضحيه من العائله، تضحيه من الادائين كذا، حيت المسيره ما ساهلاش، ولكن كتبغي شويه الصبر، كتبغي بزاف ديال سميتو النقاط اللي خص الانسان يركز عليهم. ونرجعوا للنقطه، النادي، انديه خصها تحرك، الانديه خصها تحرك اكثر ويديروا واحد النقيب على المواهب في كل منطقه. مثلا الانديه ديال الدار البيضاء ياخذوا مثلا لا ريجيو ديال كازا وداك الشيء، يحاولوا ياخذوا تنقيب على المواهب. وبصراحه اللي هذا كاين مسافه مختلفه، لان كما قلت لك مثلا كاين العدو الريفي، كاين 800 متر، كاين 1500 متر. دونك الا كان هذا الاتجاه مشوا في هذا الاتجاه، كون على يقين ان شاء الله غادي يقدروا يوصلوا واحد النتائج، ولكن مع المده ان شاء الله. كما كتعرفي دابا حنا على الابواب ديال 2028 ان شاء الله ديال الالعاب الاولمبيه، يعني راه تقريبا الا بغينا نشوفوا مثلا مقارنه دابا خصنا نكونوا واجدين، خص يكونوا عندنا لي زاتليت غادي يمثلوا ان شاء الله المغرب حسن التمثيل ان شاء الله، ويكون واحد باش يجيبوا لي ميداي. خص الخدمه تبدا من دابا، هذا هو النقطة اللي كنمشي. خصنا نبقاو واحد المدة عاد نجيو تبقينا واحد المدة عاد بدون، خص من دابا تبدا الخدمة وتكون استمرارية، وإن شاء الله يكون خير إن شاء الله بإذن الله، وتكون النتائج مستمرة. وهادشي اللي كنتمناو، كنتمناو كل خير للرياضة ليس فقط ألعاب القوى ولكن كل الرياضات المغربية، جميع الرياضات إن شاء الله. وكما قلت لك كرة القدم تبارك الله فرحتنا لأن جبت لا ميداي برونز في ألعاب جمعية، وهذا نتيجة سياسة متبعة في هذا المجال هذا اللي عطات الأمر. وبصراحة النهج اللي نهج كرة القدم ناجح 100%، واللي خير ودليل راه الدول العالم عظمى راه كيحاولوا يمشيو في نفس الاتجاه اللي غادي فيه المغرب. وكنتمنى على الله الجميع الجميعات، الحمد لله الامكانيات كاينه موجوده، الفلوس كاينه، الملاعب كاينه. دونك خصنا بهذا الخام، بهذا الخام خليو الناس يخرجوا يخدموا في الارضيه ويقلبوا على المواهب، وكما يقولوا عريوا على الكتاف، وكل على يقين غادي يلقاو يلقاو. تبارك الله البلاد عندنا راه غنيه بالماد الخام ان شاء الله، وخاص غير شويه الصبر باش نوصلوا ان شاء الله. غادي نمشي معك في نفس الاتجاه اللي مشى دابا، لان هذه النقطه مهمه بزاف، لان هي اللي غتعاود ترجع لنا دوك الاعتبارات السابقه اللي كانت. دابا القجع، فوزي القجع نجح في التسيير والتدبير، التسيير ديالو والتدبير ديالو جاب عناصر اللي كيختارها، وملي كيشوف على انها ما نجحتش كندير واحد الاتفاقيه ديال 4 سنوات باش نديروا واحد المشروع ديال البطل. وهذاك المشروع البطل الا ما توفقش هذاك السيد ما عندو يبقى يدير تما الاشتغال ويبقى عقده اهداف، ماشي تيموت تما، يموت يبقى تما ويبقى كيعرقلنا، ما عندو ما لا مجال له
في ذلك المكان، لانه غير صالح، غير صالح. علاش باقي تما؟ مزيان حيدوا هذه المساله هذه. مشى فوزي القجع في قضيه كره القدم، عندنا البطوله باقا ضعيفه، مش كل واضحين. نشوف الفرق الوطنيه مش كتكون، كتكون اجانب، اجانب. انا ما كنقولش اجنبي ومغربي، حامل جنسيه اللي هي في فين 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 هو عايش، ولكن تنقيب هو اللي كان مهم، لان هذاك السيد عنده والديه، والديه عندهم روح مواطنه، واذا بالنسبه لي ولده ما خصوش يخرج على ذاك السياق. علاش ما نقلبش انا في الجامعه ديال العاب القيور على نفس العناصر اللي عايشه على برا، ونجيبها نقضي بها بعدا، وهي راه واجده، لان وجدوا الفروق ديالها، لان الفروق عندنا ضعيفه هنا في المغرب، باش نكونوا واضحين، فروق ضعيفه. كاينين موليش الشكارة، موليش الشكارة اللي باغيين هما يربحوا، وما كيفكروش ان هذاك الدري خصو يربح. هادو مشاكل خاصه داخليا. وعاد نمشي واحد المشكل اخر اللي هو شويه حربات هذه الجامعه هذه، اللي كندير الدوباج. حنا ما غاديش نهضروا على نقولوا لا، كنت كنمشي انا للبوربون كنلقى الدراري ديال المينيم كادي كنلقاهم كنمشي للبيسير. الدوباج اليوم ماشي غير الجامعه ديال الالعاب القويه، يعني كاين مجهودات كبيره من اجل هذا باش يحاربوا المساله هذه. مزيان كيف قال محجوب حيده، انا كناخذ الدري صافي كناخذو في المناطق النائيه ونوجدو. شنو غادي يستهلكنا؟ نديرو قوافل، قوافل، ونمشيو لعين المكان، ونبحثوا على مواهب، ونمشيو للرياضه المدرسيه اللي هي الاساس. الرياضه المدرسيه مستعد دابا، كاين مدير مركزي في الرياضه المدرسيه مؤهل، واحد السيد مستوى عالي. علاش؟ والرياضه داخله في التعليم. غادي دابا نحاولوا باش علاش حابسين على هذا السيد هذا مثلا انه ما يمشيش للمستوى اللي حنا خصنا نكون نضروا ليه وكنمشيو ليه؟ دونك هذا هو الاشكال اللي كاين، ونحاولوا باش النقطه اللي كما قال السي العلوي ديال المدرسه العام المدرسيه. استاذ ديال التربيه البدنيه كان لعب واحد الدور كبير بالنسبه للانديه، لان كيكون هذاك استاذ التربيه البدنيه كيكون اتليت قبل، وكيشوف هذوك الوليدات اللي كيدير لهم مثلا العاب مدرسيه، وكياخذ هذوك الوليدات المزيانين وكيديهم للنادي. وهذا هو التنقيب اللي كان في الوقت ديالنا. وهذه النقطه كنظن واقيلا ما بقاتش سي علوي في الاتجاه، لا دابا او نقصت شويه. لا انا نقول لك انا في الدومين، وانا كنت انايا ملي كنت في الرياضه المدرسيه كنت نائب كاتب العام في اونفا، وانا اللي كنصارع على جميع هاد المنتخبات في جميع التخصصات داكور. ولكن كانوا مفتشين مستوى عالي، خذوا على سبيل المثال السطناني حكم دولي في العاب القوى. انا ملي كنجيبوا هاد العناصر هادي ماشي هذا حكم مفتش، عنده واحد النظره، وعنده توجه. والسيد، لان ديما كنقول المفتش هو الاساس، هو لاباز، مزيان، عنده خبره، خبير. اذا ملي كناخذوا الفكره ديال هذا الخبير وكنخرجوا، كانوا مسابقات كانوا كيداروا، لان كل مديريه كتجتهد باش كدير المسابقات، وهذه المسابقات هي اللي كتخليك انك كتجلب اكبر عدد ديال بحال تنقيب بطريقه غير مباشره. والرياضه المدرسيه هي اللي خصها تكون رافد اساسي بالنسبه للفريق، ولكن الفريق خص تكون شركات اللي هي خص دابا التوجه للجامعه، خصها تفكر في هذه المساله هذه. انا الا جاي واحد من الزنقه وعنده فريق، ما عندي ما ندير به، غير مؤهل. فعلا السي العلوي، كيف قلتي ومن خلال كلامك، يجب الى اهميه اكبر للرياضه المدرسيه، لانها كانت وما زالت هي المزود الرئيسي لجميع الرياضات. تماما، لان بالنسبه للرياضه المدرسيه راه هي الام، هي الاساس، هي المنبع، هي الرافد الاساسي بالنسبه للنجاح وتطوير اللعبه بجميع المجالات. وشكرا للاستضافه. خليك، شكرا لك سي العلوي، شكرا لك، شكرا، شرف لينا انكم قبلتوا الدعوه ديالنا. لا، مرحبا في اي وقت، حنا راه الاشاره في اي وقت للمصلحه العامه. بارك الله فيك. سي حيده، شكرا لك، شكرا بزاف لقبول الدعوه، وشكرا لانك تحملتي عناء السفر ولبيتي الدعوه ديالنا. شكرا، كنشكركم، وانا في اي وقت انا مستعد تعيطوا عليا، ما كاين حتى شي مشكل. وكنشكر الاخ العلوي وبلاد الاستضافه اللي كانت في مستوى، الحمد لله. انا كنت سعيده باستضافه بطل من حجم ديالك سي حيده. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهايه الحلقه، الى اللقاء في عدد جديد من الفاست بول.